مرة أخرى أذكر الأخ السعد يقول هؤلاء القوات غير مشاركين بالحكومة. أنا أقول له القوة الوحيدة اللي لها الحق أن تطلع مظاهرات أو تندد أو تطلع للشارع أو تحشي هو التيار الصدري. لماذا؟ لأنه هو الوحيد الذي لم يأتي على ظهر الدبابات الأمريكية، وهو الوحيد الذي حارب القوات الأمريكية، وهو الوحيد الذي غير صحيح أستاذ وفاء. هذا طعن بوطنية الناس. أنا ما قاطعتك بس هذا الكلام غير صحيح. لا غير صحيح، غير صحيح. لا مو صحيح. شنو صحيح؟ شنو جو على ظهر الدبابات الأمريكية؟ منو اللي جو على ظهر الدبابات الأمريكية؟ لا تخليني أذكرك ب 2003. لا القوى الإسلامية، القوى الإسلامية في مؤتمر لندن كان لها موقف واضح من القوات الأمريكية ودخولها. مو صحيح هذا الكلام، هذا تجني. لا أنت لا تقاطعني. كما تقاطعني تتكلم كلام واقعي، بس تتكلم كلام مو واقعي وتطعن بوطنية الآخرين. هذا كمحاربة احنا كنا قبل وياكم. حبيبي لا تقاطعني يا اخي، لا تقاطعني. خليك كمل فكرت السيد. معارضه كنتوا ويانا، كنا نعرف انتم معارضه ذاك الوقت، ايضا كنتوا معارضه ورقيه، ما كان عندكم لا صولات ولا جولات ولا ملحمات. لا تخليني اذكر. لا عيب 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 هذا الكلام. معارضه ورقيه شنو معارضه ورقيه؟ لم تكن معارضه السيد محمد باقر الحكيم معارضه ورقيه، ولم تكن معارضه السيد العامل. خلص انت واقاطع استاذ نجم، دير الحوار. هذا الكلام مو صحيح. دير الحوار استاذ نجم. انا اقول لولا الامريكان اللي قضوا على الطاغيه كان الان تجير المواقف. بسالكم مو صحيح، بس انتم مقاومه. متشير يا حبيبي، متشير. احنا كنا مقاومه فعاله، كنا يوميه عندنا صولات وجولات ونضرب المقرات البحثيه والامنيه. هذا اكو فرق. لا تخليني نرجع للماضي. وقوات بدر ايش كانت تسوي؟ قوات بدر ايش كانت تسوي بالاهوال؟ كانت رايحه سياحه يا حبيبي. لولا الاحتلال الامريكي، لولا الاحتلال الامريكي لكان الطاغيه يحكم العراق واحفاده كانوا يحكمون العراق. لولا الاحتلال الامريكي. انا اقول هاي قصه، هاي قصه اخرى يا سيد وفاء. هاي قصه اخرى. خليني اختم مع السيد سرمد.